اليوم كنتواجدوا هنايا امام مقر وزاره التربيه الوطنيه، كنطالبوا بالادماج المباشر في النظام الاساسي للوظيفه العموميه، لانه كما كتشوفوا المؤسسه التعليميه اليوم ولا هذا القطاع ديال الحراسه الخاصه وعامله النظافه والطبخ قطاع حيوي كيقوم بمجموعه من الادوار ومجموعه من المهام اللي ماشي ديالو، ماشي الاختصاص ديالو. واليوم جينا كنطالبوا وزارة التربية الوطنية بإنصاف هذه الفئة هذه اللي كتعاني وكتعيش مجموعة من الإكراهات، شركات المناولة ما كتحترمش الحد الأدنى للأجور، ما كيحترموش الأعياد الوطنية والدينية، ما كيحترموش الراحة الأسبوعية، الحراس كيستغلوا 12 ساعة داخل المؤسسات التعليمية، عاملة النظافة الأجرة ديالهم ما كتعداش 70,000 فرنك 80,000 فرنك، عاملة الطبخ كيخدموا في واحد الداخليات اللي ما عندهم لا تكوين لا حماية جسدية، وهذا الشيء هذا خطير. وكنقولوا لوزير التربية الوطنية أنه ينتبه لهذا القطاع ويجب إعادة النظر في هذا القطاع. حنا جينا احتجينا اليوم على هذا المهزلة اللي كنعيش فيها حيز الأمن، لأن كاين تأخير في الأجور، كاين عطل السنوية ما كايناش، التغذية الصحية ما كايناش، لأن القرار اللي كان الخطاب اللي كان خطاب صاحب الجلالة السيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على جميع المواطنين المغاربه ان تكون عندهم التغطيه الصحيه وآموا ويستفيدون من التعويضات العائليه، لكن للاسف هذه التعويضات ما كنستافدوش منها حنا كحراس امن ديال المؤسسه التعليميه العموميه. وحنا اول ما كندخلوا للمؤسسه التعليميه هما حنايا، حنا اول وحدين كيحلوا الباب للمديرين، كيستقبلوا الاساتذه، كيستقبلوا الاباء الامهات التلاميذ، ولكن للاسف حنا حقنا راه مهضوم بزاف. هذه الفئه هذه يعني راه عايشه واحد العيشه مهزله، يعني العيد الكبير اللي داز ما خلصوش الاخوان، يعني اخوان ما لقاو باش يعيدوا في الشهر ديال رمضان، ما لقاوش اخوان حتى باش يدوزوا رمضان. ودابا حاليا حنا باقي كنعانيو من المشكل ديال التغذيه الصحيه والامو. هذا الشيء علاش جينا احتجينا كمجلس كمكتب نقابي لحراس الامن وعامله النظافه مدينه المحمديه، حنا جينا واحتجينا هنا امام الوزاره لان حقوقنا راه مهضومه. حنا كنطالبوا السيد بن موسى وزير التعليم والتربيه والرياضه باش يعجب الحلول، لان هذا الشيء هذا راه مهزله كبيره وفات القياس. يعني حنا ما كنستافدوش لا من التغطيه الصحيه، لا من لامو، لا من كونجيات، لا من عطل السنويه، لا من حتى شي حاجه ما كنستافدو منها. واش 2000 درهم حارس الامن؟ 2000 درهم يعني كاين اخوان اللي كاين بها، حنا كنشدوا 2000 درهم كنعطيوها في الكار باش غنصيروا، باش غنشريوا يعني بزاف ديال الحوايج، المسائل اللي خاصه لوليداتنا، عندنا وليدات، عندنا هذه، يعني هاد الناس هادو استهزؤوا بنا بزاف. حنا الرساله ديالنا السيد وزير التعليم والسيد رئيس الحكومه السيد اخ النوش باش يعجل بهذه الامور هذه ويقاد لنا الحلول ديالنا، لان هذا الشيء راه مهزله كبيره، هاد الناس عايشونا في واحد المهزله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.